جيت اليوم من هدية لمواكبة أمسية احتفائية في دار الأمينة للنشر، باعتبار أنه مجموعتي الأخيرة أصوات بلا مأوى طبعت في دار الأمينة للنشر والتوزيع. والحقيقة من التفاصيل اللي قادت كتابي إلى هنا إلى القيروان وإلى هذه الدار تحديدا هي هذه التفاصيل اللي تتبع عملية النشر والتوزيع. يعني من عادات دار الأمينة أني تستمر مع الكتاب اللي تخرجه، تعمله عند يعني طقوس ولادة استثنائية إلى حربيت، باعتبار أنه يقع الاتصال بالكاتب، الاحتفاء بها، أنه يكون جزء في أمسية معناتها تقام للغرض، معناتها غرض الاحتفاء بالكتب الصادرة حديثا. الحقيقة دي اللي ديتاي، يعني التفاصيل الصغيرة اللي تفرق بين دار نشر ودار أخرى، وهذا كما قلت لكم السبب اللي قاد مجموعتي للدار هذه. اليوم كانت أمسية معناتها متنوعة، فيها الشعر، فيها الرواية، فيها الاحتفاء. اليوم حضرت في صالون الأمينة للنشر والتوزيع نشاط مختلف في الشعري والنقدي والروايات. أقف عند روايتي على وجه الخصوص. أنا اليوم حضرت إلى تقديم رواية خوف التلاشي، وهي في بنيتها رواية اجتماعية ذهنية في نفس الوقت، نحاول من خلالها أن نقاوم التلاشي الموجود في كل حركاتنا، في كل سكناتنا. كيف نقاومه حين نخرج هذا التلاشي من دائرة الذات إلى دائرة المجموعة، تصبح الكتابة هي جزء لا يتجزأ من مقاومة التلاشي، الحب جزء لا يتجزأ من هذه المقاومة، وكذلك كل الصراعات الوجدانية والنفسية التي تنشئها الذات داخل ذاتها من أجل أن يبقى الآخر، لأن دون الآخر لا يمكن أن يستمر وجودنا، ومن أجل أن يبقى الوطن، لأن دون وطن لا يمكن أن نتواصل كما تواصلنا. خوف التلاشي هي نوع من الإشراقة النفسية والوجودية التي تقاوم كثيرا من ظلمات النفس، وهي هاجس من الهواجس الذي يصغر حين اشتغلنا عليه، ويصغر أكثر ويتضاءل حين نعمل من أجل تلافيه. من القلب من جاءنا، أحيي من القلب من جاءنا، من مجيد العزيز صديقي، أحيي من القلب من جاءنا، من الحاضرين وكانوا هنا، وراموا اللقاء وزاموا اللقاء بهذا المكان، من ازداد حسنا بهذا الزمان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.